بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة بثينة خرابشة، أستاذ مشارك في قسم العلوم المالية والمصرفية، وحاليا نائب عميد كلية الأعمال. ضمن سلسلة حلقات وصل حديثا، أقدم لكم اليوم كتاب جديد وصل لمكتبة الحسين بن طلال. هذا الكتاب بعنوان The Essentials of Risk Management by ميشيل كروي، دان جالاي and روبرت مارك. يقع هذا الكتاب في 17 فصل ويقسم بشكل رئيسي إلى جزئين، جزء نظري وجزء تطبيقي، حيث يتطرق الفصل الأول إلى أنواع المخاطر بشكل عام، ويركز على المخاطر المستجدة في بيئة الأعمال الناشئة عن الديجيتاليزيشن والتطور التكنولوجي والتقني في بيئة الأعمال. في الفصل الثاني من الكتاب يتطرق إلى الخطوات العملية والأساسية في عملية إدارة المخاطر، وفي هذا الفصل يركز الكتاب على الاختلاف ما بين إدارة الخطر في القطاع المالي وفي الشركات غير المالية. في الفصل الثالث يركز الكتاب على معايير بازل، ويتطرق إلى تطور هذه المعايير التي تحكم سلامة أداء القطاع المصرفي وعلاقتها في إدارة المخاطر بشكل أساسي. في الفصل الرابع هنا يستعرض الكتاب مفهوم الحوكمة أو ما يعرف بالكوربريت governance وعلاقتها مع إدارة المخاطر، وهنا يظهر مفهوم حديث يتعلق بما يسمى بالESGs Environmental, Social and Governance Best Practices، ويركز على ربطها مع مفهوم إدارة المخاطر في الشركات. في الفصل الخامس يتطرق الكتاب إلى مفهوم تطور التكنولوجيا المالية، وهنا يركز على المخاطر الناشئة عن هذا التطور الموجود خاصة في القطاع المالي والناشئ من رقمنة القطاع المصرفي ورقمنة الخدمات المالية بشكل عام، ويركز الكتاب على إدخال مفاهيم مثل البيج ديتا، الماشين ليرنينج اند الارتيفيشال انتليجنس وتوظيفها في عملية إدارة المخاطر بشكل مناسب. ما يتبقى من الكتاب من خلال الجزء الآخر أو الجزء التطبيقي والذي يمتد من الفصل السادس حتى نهاية الكتاب، يركز بشكل تفصيلي على جميع أنواع المخاطر التي تم ذكرها بالجزء الأول من الكتاب. فيتطرق الكتاب بشكل تفصيلي أكثر على سبيل المثال عن الانترست ريت ريسك، الليكويديتي ريسك، الماركت ريسك، الاوبريشنال ريسك والموديل ريسك. فيتكلم بشكل تفصيلي أكثر عن هذه المخاطر، كيفية قياسها والأدوات التي يمكن أن نركز عليها للتعامل مع هذه المخاطر. الحقيقة أنه هذا الكتاب مفيد جدا لطلبة كلية الأعمال بشكل عام، وبالذات قسم العلوم المالية والمصرفية وطلبة قسم إدارة الأعمال. أتمنى قراءة مفيدة وممتعة لطلبتنا الأعزاء ولجميع المهتمين في إدارة المخاطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.